ولا أروع من هيك، من شوية ملح مثل ما شايفين عملنا تدفئة مجانية، شي روعة أحبائي. تابعوا الفيديو للنهاية. السلام عليكم. اليوم عنا فكرة كتير مهمة. فكرتنا اليوم رح نعمل دفاية من دون غاز، من دون كهرباء، ومن دون تكلفة إضافية. رح نعملها بكيس ملح. فكرتنا كتير كتير بسيطة أحبائي. رح نعملها، رح ندفي بيوتنا، رح ندفي عائلتنا، رح ندفي حالنا. أحبائي قنينة الغاز وصلت لنص مليون ليرة. تخيلوا هالسعر اللي كتير كبير. طيب كل الناس عندهم غاز ليقدروا يأمنوا تدفئة لأولادهم. طيب إذا قدرنا نأمن هلأ قنينة غاز يلي صار سعرها نص مليون، ممكن تعد لنا قنينة الغاز أسبوع. طيب بعد هيدا الأسبوع شو بنعمل؟ اليوم رح نعمل هيدي الدفاية بسيطة جدا وكتير سهلة. بس أول شي قبل ما نبلش بهيدي الدفاية أحبائي، بتمنى دعم الفيديو كتير ليوصل لأكبر عدد من الناس. وإذا أول مرة بتشوفوني وحبيتوا هيدا المحتوى وحابين يوصلكم مني كل جديدة، ما عليكم إلا تنزلوا لتحت لأسفل الفيديو، تكبسوا اشتراك، تفعلوا الجرس، وأهم شي تكبسوا على كلمة الكل. بهيدي الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيرة، وكل الإشعارات وكل الفيديوهات وكل الأفكار رح توصلكم أول بأول. رح نباشر بالفكرة. نحن بحاجة لكيس ملح مثل ما شايفين. بكل بساطة رح نبني هلأ، رح نجيب حجار من برا ونبني مثل موقد صغيرة، او نبني مثل شيمينيه صغيرة بزاوية البيت او بزاوية الغرفة لحتى نقدر نعمل هيدي الدفاية من الملح. تابعوني. دهرت لبرا مثل ما شايفين لحتى جيب حجارة بطون، او اذا بدكن فيكن تستخدموا صخر مثلا، حجارة صخر صغيرة، بس انا هون متوافر عندي حجارة البطون مثل ما شايفين بكميات كبيرة، فبدي استخدم اثنين لحتى نعمل فيهم هيدي الدفاية. بس اكيد بدي نفضهم كتير منيح. رح شيل هيدول حطهم على جنب. انا اخترت مثل ما شايفين هيدي الزاوية بقلب الغرفة. هلأ بدي باشر بوضع البطون على الجوانب بهيدا الشكل لحتى اقدر اعمل موقد صغيرة، او اعمل شي شبيه بالشيمينيه صغير كتير لحتى طبعا دفي العيلة. بدي اقول شغلة كتير مهمة، انه وقت اعمل هيك قصص انا هيدول عم بعرضهم لحتى اقدم فكرة للناس اللي بحاجة انه يعملوا هيك افكار. فاذا انتو بحاجة لهيدا القصة فاعملوها، اذا ما بحاجة وعندكن دفايات وعندكن غاز وعندكن كهرباء دايما فاكيد ما تعملوها. هيدي فكرة طبعا فيها رسالة، بتمنى هيدي الرسالة توصل لكل الناس المحتاجة لحتى يقدروا يعملوها ويتدفوا. اكيد انا الشبابيك عندي كلها مفتحة لحتى نباشر بعملين هيدي الدفاية. انا حزبطها وراح اعملها بطريقة مظبوطة لحتى تزبط، وراح حتى طبعا باشر بوضع الملح. فينا نعملها هيك، شفتوا كيف؟ او رح احط هيدا هيك مثلا. فينا نقدمه، فينا نكبره حسب طبعا الكمية اللي بدنا نحطها. انا بدي كتر شوي، فرح اعملها بهيدا الشكل.
هيك بهيدي الطريقة. شفتوا كيف عندي هون كيس الملح مثل ما شايفين، راح باشر بفتحه وحط ملح بهذه الطريقة. مثل ما شايفين شفتوا الملح. هلا بدي اجيب عندي الالكول يلي بيجي 70%، مثل ما شايفين حقه كتير كتير رخيص، امن جدا ما تخاف وما في شي بخوف ابدا. رح نحط شوية الكول على الملح، هيدا الشكل. اصلا في تدفئة او في صوبيات مصنعة من السبيرتو، فكتير طبعا من الناس بيستخدموها، بيحطوا شوي صغيرة من السبيرتو او مثل ما شايفين الالكوهول، وكمان بيقدروا بيشتغلوا فيها بكل بساطة. فنحن رح نعمل هيدي الفكرة عنا بالبيت بهيدا الشكل. طصينا مثل ما شفتوا، رح اخلطهم شوي بهيدي الطريقة. وهلا رح باشر بالتوليع. للمخيمات مثلا نقدر نستخدمها، الناس اللي عندهم تخييم، الناس اللي بيروحوا بالرحلات. لاحظتوا؟ كلها كلها كلياتها بتصير. شفتوا؟ ولا اروع من هيك، امنة جدا ما بتخوف. انا مفتحة الشبابيك، المهم يدفوا الاولاد ويدفوا مثل ما شايفين، والعائلة تدفى، وهينا محصنين الموضوع بهيدا الشكل مثل ما شايفين. هلا بتضلها دايرة بهيدا الشكل لحتى ينشف الملح وينشف السبيرتو عنه بكل بساطة. شفتوا كيف؟ ولا اروع من هيك احبائي، فكرة كتير حلوة، تدفئة غير شكل مثل ما شايفين، ملح وسبيرتو او الكهول. قولوا لي حضراتكم شو بتقولوا عن السبيرتو ببلدكم. فمثل ما شايفين فكرة كتير حلوة للتدفئة، بسيطة جدا، سهلة كتير، ما في رائحة ابدا. هلا في ناس ممكن تقولي طيب تطلع ريحة؟ ابدا ابدا ابدا. قديش وقتها لتطفي؟ وبس ينشف الملح، نحن اصلا حطينا كمية منيحة، طصينا منيحة عليه، بس ينشف الملح بتطفي معنا مثل ما شايفين. بس تحسوها انها صارت هيك عم يعني عم تخف، بنتحركش فيها. شفتوا؟ بس بنتحركش فيها بهيدا الشكل لحتى نحرك الالكول اللي نحن حطيناه. شفتوا؟ ولا اروع من هيك احبائي، فكره رهيبه بالملح. انا هلا احبائي بدي ودعكم، بتمنى الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وبتمنى دعمكم للفيديو. انا هلا بدي ودعكم مع تحياتي، بحبكم كتير، ان شاء الله تكون فكره اليوم حبيتوها وعجبتكم. الى اللقاء.